الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم الأستاذ أحمد نظام من محمصة نظام. أهلا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فيكم. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا بالبرنامج، وبالبداية بنحب نعرف المزيد عنك وعن محمصة نظام. بدايات محمصة نظام. أهلا وسهلا. أول شيء بدي أتشكركم كثير على زيارتكم إلنا واختياركم إلنا. أنا اسمي أحمد نظام من عائلة نظام. طبعا عائلة نظام عائلة عريقة بدمشق. هاي المهنة نحن متوارثين عن أجدادنا، هاي مهنة عريقة كتير. نحن تأسسنا عام 1910، كان والدي بموضوع التحميص ذو خبرة عالية، وقبل منها جدي الله يرحمهم جميعا. فهي هاي المهنة مهنة أجداد. نحن من منطقة البزورية ومدحت باشا، تأسست المصلحة بالحارات القديمة. طبعا هاي المصلحة ممتدين فيها متوارثة عن طريق الأجيال. طبعا انتقلنا لدولة الإمارات الحبيبة وفتحنا بإمارة الشارقة فرع محمصة نظام، طبعا توزيع جملة ومفرع. أستاذ أحمد، ممكن تحكي لنا المزيد على أنواع الحلويات، السكاكر، المكسرات، جميع الأشياء اللي بتقدموها داخل محمصة؟ عندنا جميع أنواع المكسرات، وعندنا الدراجي بجميع الألوان. طبعا عندنا الدراجي بحشوات مختلفة، بالكاجو، بالزبيب، بالكوفي، البن، يعني حبة البن، اللوز، جميع الحشوات قادرين نعملها لجميع المناسبات، يعني ألوان، أشكال، بشي بطير العقل. إن شاء الله بس زرتونا بتشوفوا أكثر. وطبعاً أكيد عندنا الراحة والملابن، كله شغلنا. طبعاً راحة الحجاج، المنوسلوى، النوقة، الراحة بالورد، الراحة بالزبيب، الراحة بالرمان، أكيد هذا كلياته تصنيعنا ضمن المصنع بشكل كتير عالي ودقة كتير عالية. بالإضافة للمكسرات بجميع أصنافها، التحميص طبعاً الفريش والشوكولا والبن، وأكيد عندنا جميع أنواع البن، حب البرازيلي والهندي والكولومبي وجميع الخلطات، خلطة السعودية، الخلطة الإماراتية، التركي، اللي بتلبي جميع متطلبات الفئات كلياتها بجميع البلدان وجميع الأزواق، وكلياته طحن مباشر وطول كله فريش. أستاذ أحمد، في ظل المنافسة الشديدة في دولة الإمارات، كيف تميزتوا؟ كيف استغليتوا خبرتكم الطويلة تميزوا في دولة الإمارات؟ هلأ بالنسبة للتميز، نحن تميزنا بأنه عنا ماكينات التحميص العريقة اللي بتعطي الطعمة الأصلية، بتعطي الجودة الأصلية، معتمدين عليها، بالإضافة إلى الماكينات الصديقة للبيئة اللي هي على الكهرباء الأفران. بس نحن تحميصنا الأساسي بيكون عن طريق الماكينات العريقة، ونحن ما عنا شيء بيشتغل، نحن ما عم نشتغل شيء نهائيا بالزيوت، يعني احنا ما بنستخدم زيوت. نحن كثير تفاجئنا هون بدولة الإمارات انه احد الزباين يعني بيقول لك انه نحن كاجو مثلا مقلي بالزيت او شيء، فنحن ما عنا شيء نهائيا مقلي، لانه اول شيء الزيوت هي مضره للصحه، وثاني شيء نحن مصلحتنا هي عباره عن يعني شوي المنتج وترتيبه وتظبيطه، فهي ما لها علاقه بالزيوت نهائيا. واكيد كل المواد اللي بنستعملها جوده عاليه، يعني نحن ما بنسترخص نهائيا، لانه نحن اكيد محافظين على الاسم وعلى عراقة الاسم ضمن الجودة، فلذلك نستخدم كلياتها مواد نوع اول، يعني اكيد ما عندنا نهائيا شيء تخبيص او كذا. ونحن عندنا الاقل شخص من ضمن فريق التحميص، اقل شخص له 30 سنة بمجال التحميص، فكلياتهم اولاد مهنة، وكلياتهم ترعرعوا بمدينة دمشق، كلياتهم نبتوا على هاي المهنة واستمروا إلى الآن. أستاذ أحمد، بعد النجاح اللي وصلتوا له والسمعة الحلوة اللي أخذتوها، شو خططكم المستقبلية وشو الرؤية المستقبلية للمحمصة؟ هلا أكيد أول شيء نحن جينا على دولة الإمارات، فتحنا بالإمارة الشارقة، وأكيد عندنا أهداف كثيرة اللي هو التوسع، وإن شاء الله قريبا جدا في عندنا فرع بدبي وبكل أنحاء الإمارات إذا الله راد. بتمنى لك دائما التوفيق، وبنتمنى نشوف اسم محمص نظام في جميع إمارات الدولة. أستاذ أحمد، بدنا نعرف ليش اخترتوا دولة الإمارات لتكون محطتكم الأولى بعد سوريا لحتى تأسسوا فيها عملكم الخاص؟ أكيد دولة الإمارات اخترناها لأنه هي الدولة الرائدة والدولة المشجعة لجميع المهن وجميع المصالح، وهي دولة الأمن والأمان، وهي الدولة اللي عطتنا الفرصة وعطتنا التشجيع وعطتنا كتير مساعدات بصراحة. فهي الدولة الوحيدة يعني اللي نحن اخترناها من بين جميع الدول، لأنه شفناها هي الأهل والكفؤ
لهذا المشروع. وأنا بدوري بحب أشكر أكيد جميع الشيوخ على رأسهم الشيخ زايد رحمه الله الشيخ زايد زايد الخير، وبحب وجه تحية وشكر لجميع الشيوخ وعلى رأسهم الشيخ سلطان القاسمي في إمارة الشارع على الأمن والأمان وعلى الاعتناء بكل تفاصيل ضمن الإمارات. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. وبالنهاية بدنا تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين كيف يقدر يوصل ويتواصلوا مع المحمصة. أكيد، هلأ نحن حاليا بمحمصة نظام فرع الشارقة امتداد شارع الملك فيصل منطقة الصناعية 4 مقابل جيفت مارت، ونحن هون عندنا صالة عرض مفرع وعندنا مبيع جملة طبعا، وعندنا فانات توزيع لجميع أنحاء الإمارات، وأكيد عندنا مواقع كاملة على السوشيال ميديا فيسبوك وإنستغرام وأرقام التواصل، فيكم تواصلوا معنا لتلبية جميع الحاجات. أهلا وسهلا. شكرا مرتين أستاذ أحمد ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا، زادتنا البركة. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.